انطلقت خامس جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بمركز القاهرة والمؤتمرات بمدينة نصر بحضور واسع من الخبراء ومختلف أطياف المجتمع. وناقشت لجنة العدالة الاجتماعية المندرجة تحت المحور الاقتصادي على مدار جلستين ناقشت تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص، كما ناقشت لجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي الدين العام الإشكالات والحلول. ومن المقرر أن تبدأ بعد غد الخميس خامس جلسات المحور المجتمعي، حيث تناقش لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي والمندرجة تحت هذا المحور على مدار جلستين مشكلات ما بعد الطلاق. كما تناقش لجنة الثقافة والهوية الوطنية الصناعة الثقافية بين الواقعي والمأمول، سينما، دراما، مسرح وموسيقى.